شرفنا كله طبعا. وعلى ذكر اسم مصر اتغالي، يعني تقريبا مصر كلها بدون استثناء دلوقتي قاعده في حاله ترقب وتحفز وانتظار للقاء الاهلي مع ريال مدريد. بالمناسبه اللي مستنيين يتابعوا الماتش ده بطبيعه الحال اهلاويه وغير اهلاويه، طبعًا كل طبعًا قاعد بيتفرج وبيتابع وبيشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. يا ترى انت شايف ايه اللي هيحصل ان شاء الله في الماتش اللي جاي في ضوء مشاهداتك للماتشين اللي فاتوا؟ الحقيقه المباراه طبعا صعبه جدا والبطوله صعبه جدا، لكن قدر النادي الاهلي كان دايما مدربين في ناشئين يقولوا لنا كده، قدرنا ان احنا بنتحط في محطات وتحديات صعبه جدا، لكن الناس مش هتقبل منك اقل من اللي انت بتعمله. صح. فاذا كنت انت عملت برونزيه مرتين ثلاثه وبالاخص المرتين اللي فاتوا ورا بعض، فالناس لو عملت برونزيه السنه دي هو ده العادي، مش هتبقى عملت حاجه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. ده قدرك ان انت نادي كبير جدا. طب. في لا النهارده انت نادي كبير جدا، مش في مصر وفي افريقيا، انت نادي كبير جدا في العالم. النهارده لما تلف اي مكان في العالم الناس بقت عارفه انه النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا، نادي القرن في افريقيا. مباراه نادي القرن في افريقيا مع يعني ريال مدريد صاحب لقب نادي القرن في اوروبا، فمباراه كبيره جدا. فالنهارده العالم كله بيتكلم على المباراه دي، اسم النادي الاهلي بيتقال كم مره، اسم مصر بيتقال كم مره. طبعا. فبالتالي النادي الاهلي فارق جدا مع زي ما بقول لحضرتك مع مصر. الذكريات المباراه الاولى لو حضرتك تفتكر سنه 2001 انا كنت في ناشئين النادي الاهلي، وبعدين لما عرفنا ان احنا هنلعب مع ريال مدريد انت مش متخيل بقى الفرحه اللي احنا حاسين بيها. كان وقتها يعني كان في زين الدين زيدان، كان في راؤول طبعا كان موجود، كان في روبرت كارلوس، كان في فيجو، كان في عدد كبير جدا من اللعيبه شفناهم في الملعب. كنت مؤمن زكريا صغير بالظبط. كنا محظوظين ان احنا كنا موجودين في المباراه دي. بعض اللعيبه كانوا يعني مع كل لعيب بينزل مع لعيب كبير، واحنا خمس ست لعيبه كنا ماسكين علم الفيفا في نص الملعب. انا كنت واحد من الناس اللي ماسكين العلم الاصفر بتاع الفيفا ده، فشفت الحاجه دي من وانا صغير جدا في النادي الاهلي. يعني شوف بقى اسم النادي الاهلي اللي من زمان قوي اللي قدر يجيب نادي القرن في اوروبا عشان يعمل مباراه هنا. كانت مباراه المستر مانويل جوزيه اعتقد كانت المباراه الاولى، وكنا بالنسبه لنا عرس كروي واحنا رايحين نستمتع يعني طبعًا. لكن لحد النهارده فاكر اللحظه، انا كنت واقف ورا الجول وحسام غالي بيرقص وبيعمل الكوره بالعرض للصندي، انا فاكر اللحظه دي لحد النهارده. فاللي خلانا نعمل كده من سنين طويله جدا ونكسب مكسب قد يكون غير متوقع عند البعض يخلينا نقدر ان احنا نكسب ريال مدريد في المباراه دي. وزي ما بقول لحضرتك احنا لازم نصدق، احنا العرب واحنا الافارقه لازم نصدق ان احنا نقدر، زي ما المغرب صدق ان هو يقدر يروح سيمي فاينل كاس العالم، وزي ما كانوا بيعيطوا عشان ما وصلوش لفاينل كاس العالم، وزي ما محمد صلاح بقى من احسن ثلاث لعيبه في العالم احنا كلنا صدقنا. انا صاحب انا اللي في الجنب اليمين اللي ورا حارس المرمى في انا اللي ورا حارس المرمى على طول. يا نهار ابيض، فانا شايل سنه هنا تقريبا هنا على السوشيال دي اكبر. انا كان عندي تقريبا 11 سنه او حاجه وبعدين كنت شايل علم الفيفا، كنت جنب حارس المرمى كان سيزر في الوقت ده. فطبعا ذكريات بالنسبه لي هم جدا. بصي بقى الاسامي والنجوم اللي بقول لحضرتك عليهم، طبعا ده مؤمن زكريا ربنا يا رب يشفيه طبعا، والعديد من ناشئين اخواتي اللي كنا في النادي الاهلي. فزي ما بقول لك عرس كان كارو بالنسبه لنا مهم جدا، فاحنا قادرين باذن الله ان احنا السنه دي ان شاء الله نعمل حاجه مختلفه، والمباراه دي نعمل حاجه مختلفه ونروح بقى للفاينل كاس العالم وان شاء الله نكسب البطوله. يعني دي طموحات واحلام المصريين كلهم هنيجي ليها.